رياضة الأطفال كفكرة وكنظرية تطبقت منذ زمن بعيد، نعم منبع الفكرة وكيف كان دخول السودان؟ طيب، رياضة الأطفال بنلقى إنها دخول أو وجود ذاته في دول العالم كان في فترات زمنية متباعدة أو في فترات زمنية مختلفة. فبنلقى مثلا في ألمانيا نظر لها عالم ألماني اسمه فريدريك فروبل، فده كان سمى رياضة الأطفال أو الحضانة للمؤسسة حقت اللعب والنشاطات اللي هو أنشأ ذاته في 1837. في دول سبقت ألمانيا في إنشاء رياضة الأطفال زي اسكتلندا وغيرها، ولكن هي كانت تجربة اجتماعية فريدة من نوعها، يعني فيها انتقلوا الأطفال من المنزل للمدرسة. القصد منها كان العناية بالأطفال وتغذيتهم، فعمر الالتحاق ذاته بالرياض كان مختلف. يعني في دول اعتمدت العمر من 3 سنة ل5 سنوات، وفي دول تانية من 3 لحد 6 أو 7 سنوات. في السودان كان في 3 أنواع من رياضة الأطفال، اللي هي من 1960 كانت الإرسالية الكاثوليكية في الخرطوم عملوا زي 7 أو 6 رياض أطفال، أو يها المؤسسات حقت التعليم قبل المدرسي، فدي كانت خاصة بأبناء الناس اللي عندهم قروش كثيرة، يعني ما يزول بيدخلها. وكانت المواد الموجودة ذاتها حسب الواقع في الوقت ذاك فقيرة نوعا ما. بعد ذلك في 1960 بقت في حضانات اللي هي كانت في المنازل، لأنه في الفترة دي كان في النساء بدو أو كانوا يعني دخلوا لسوق العمل وبقى في نساء موظفات، فحيودوا أطفالهم وين؟ حيودوا أطفالهم الحضانة. فهي كانت الفكرة تقليدية، الظروف البيئية ذاتها ما كانت كويسة شديد، ولا الظروف الاجتماعية ولا الظروف الصحية. لحد 1970 الشؤون الاجتماعية اهتمت بموضوع التعليم قبل المدرسي، وكان حتى المعلمين اللي بيجيبوهم لرياض الأطفال هم ذاتهم بيتلقوا نوع من التدريب، كان في نوع من الاهتمام.